فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يقول: أريد من فضيلتكم كلمة موجزة عن الطاعة والسمع عن الطاعة والسمع لولي أمر المسلمين، لأن هناك من يقول لا طاعة ولا بيعة لولاة الأمر. هذا ما يحتاج إلى كلام، أن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، إذا كان يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لكن الواحد إذا كان هم أخذ بالقرآن ولهم أخذ بالسنة ويبي يأخذ من رأسه، هذا مشكل. الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول من جاءكم وأمركم على واحد فاقتلوه، ويقول إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. واستقامة أمر المسلمين على شخص يتولى شؤونهم هذا ليس من الأمور السهلة. ولهذا يعني نظرية القيادة في الإسلام تجدون أنها نظرية واسعة جدا، أجملها الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والعبد راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لكن الإنسان اللي يبي يترك القرآن ويترك السنة وياخذ من راسه، الراس ما هو مصدر تشريع، مصدر التشريع القرآن والسنة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. ويقول جل وعلا واعتصموا بحبل الله، فلا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لا شك أن طاعة ولي الأمر واجبة، لكن كما قلت لكم يعني الإنسان اللي يبي يأخذ الأحكام من فكره ولا يرجع إلى القرآن والسنة هذا سائر على طريق ضلال ليس على طريق هدى. نعم.